الخاصة والعامة والحفاظ على سلامة المواطنين. انتهى الطرف هذا. مين شريتها؟ وش نقول لك؟ مين شريتها؟ مين؟ مين شريتها؟ لين هذه باستي هذا خاطي والله شو اللي خاطي؟ خاطي من سكرش بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023 سطرت مصالح أمن ولاية برج بوعريج برنامجا أمنيا ثريا بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين المختلفين على رأسهم قيادة الدرك الوطني ببرج بوعريج والجمارك الجزائرية برج بوعريج. هذا البرنامج تمثل في عمليات شرطية واسعة النطاق ستشمل مختلف الأحياء التي تعرف بؤرا للإجرام والأماكن المشبوهة، كذلك نقاط مراقبة في جميع المناطق. العملية تهدف أساسا إلى حماية المواطن وممتلكاته وكذا الأماكن التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين، حيث يبقى الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي طارئ وكذا الاستجابة لنداءاتهم وتقديم يد المساعدة.